السلام عليكم، شو جاب شباك؟ معكم علي، اليوم نلعب مود كلاش في ماينكرافت. زمان على لعبة ماينكرافت وكلاش، اليوم لمدناها مع بعض. أول بيضة، بيضة الملك، لا قصدي بيضة العملاق الملك، هاي الملكة وهاي الفالكيري، هذا الوزرد، هذا المصعود قتيل المشعوذ من رشيني، وهذا الجليدي، جليد الضربات نار ترى هو. أو لا والله ضربات هاي الجليد إذا جت على القاع راح تتفجر. خارجكم هاي ضرباته، إذا جت على القاع تتفجر، تقدر تدمج بيها. وما تقدر تدمج بالبرق تذب الملكة تقريبا. لا هذا اللي يذب البرق، بس هذا بيقلش. ياب هذا ما. بس هذا بيقلش عنده 4 جنيه، ما أدري. أوكي ما بس غريب الكيري، هو الموز قديم هالشباب. أوكي هذا شكله الواقع، بس ياخذ على شكله. حطيت المقاومة يا حبيبي. يا اخي لازم بط، لازم 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 ورا. اوكي هاي هي شكلها من قرون طايرة، ما ادري شنو. اوكي بس هذا، اوكي هذا مشاور صغير، ترى هذا اقوى من العملاق، بس ما احس انه اقوى شخصية. هيا نخليك لنا أخذ شخصية تاعي. هو بعد ما يتكترك كان البطء والله شوية هوي شوية هوي، ترى هم ينتجي. شوف ملك شلون قاعد يتحرك، شو هالمشي الغريبة. اصبر اجيب هاي هنا، هذا الثلج. حان وقت العملاق، العملاق اللي كلاش، بس هو أكبر من عندي العملاق اللي كلاش. أخرى هات لها مجال مثل أخرى. منو هل قاعد يزيد برا كلاش كيو؟ لا مو هاتفاوت طايج، موت كل شيء. هذا شيء ايشني؟ هذا هو العملاق اللي اطلب بكلاش هيك حجمه، وهذا العملاق اللي ما ادش بيه. هذا بس يموت العملاق ايش مالك هنا ادوات بو اثنين. اوكي نتخلص من البيضات ونجرب على بين الأدوات. هو هناك أدوات. فاير بول ما أدري. يا بفاير بول. حتى بس حرجة في الجباحة. نن 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 نن. غلط. العملاق والعمالقة. الشيء ما هو واقع إنه ضربة واحدة هيك ضعيفة. اصبر بالله تقول لي خراب العملاق. العملاق لا تقول لي خراب. صحراء كم فخرة بولا، هو ما يهاجمني، قاعد يهاجمني بس ما يقدر يبلع. والله صح يهاجمني. اوكي جالي جالي. هيك ضربني. خوش تضربني، انا اضربني بس انك غلط كرش. اوكي مالك اقول لك شيء جديد فعني ترى عفوا بصيده اوقع بفخ يطيح طيح بالنار طريقي مش عليها من هذا طبعا انك غلط وكرش بس خلصان كده جواتي وعفى عني فهالشي حلو.
لا ترى كنت قوي خلاص، هاي هذني كلهن وبعدني ما هزمته او مات. اصبر يمكن العائلة نقوم نغير شكله، من هو يعرف. شوف العملاق ترى شلون شكله، لابس حزام مصارعة شكله فايز بمصارعة اكيد. يعني هذا العملاق هذا كوري جهر قدامي. اوكي لا الان قبل ما نتغير اصلا، والله حجاب بظل العملاق. لا شوف هذا الشات، هذا من يا شباب قديم والله ما مات. ايش هاي عبر خلاص دمجة قليل. هلكم راح يسوي هرقسي العمل. اوكي هو صار هذا سمين بعده رقم اللغة من وال بوشش مرت على هذيك، وما ادري منو بطاني يمكن ساحر. هل هو يمكن هو من هو يعرف يمكن هو يمكن لا. افتح بس هذني كلهم. اوكي ماكو شيء، بس وصلنا الفيديو. اتمنى هالحلقة عجبتكم، اظن الحلقة قصيرة بس هذا هو الموضوع. يعني شو اسوي، فحتى اشترك القناة وفعل جرس التنبيهات، ولو يريدون يقتلون الاسلام وبس سلام. حط لايك وشير بالقناة وفعل جرس التنبيهات وبس. سلام عليكم، باي باي.